السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة مستر بيرفيوم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أفضل 6 عطور من شركة إبراهيم القرشي. إبراهيم القرشي طبعا شركة عريقة تم إنشائها في السعودية في مكة المكرمة، يعني سنة 1929، يعني من 95 سنة. إبراهيم القرشي وعبد الصمد القرشي كده مبدئيا شركتين مختلفين يعني عن بعض، وما فيش أي علاقة ما بينهم يعني. فالعطور والإدارة بتاع الشركات دي لإبراهيم القرشي وعبد الصمد القرشي مختلفة تماما يعني. شركة إبراهيم القرشي عطورهم جميلة وأسعارهم مميزة، وبيعملوا خصم 50% أكتر من مرة في السنة يعني، وخصوصا طول شهر رمضان يعني بيكون موجود العرض اللي هو خصم 50%. العطور بتاعت إبراهيم القرشي عطور مركزة ومش تقليد أو محاكاة لأي عطور من شركات عالمية. يعني عطور إبراهيم القرشي مميزة ليها طابع النيش مع سهولة الاستخدام، يعني في عطور كتير منها سهلة الاستخدام. النهاردة هنتكلم بقى عن خلاصة الخلاصة، يعني أفضل 6 عطور من إبراهيم القرشي من وجهة نظري أنا. يعني أكيد طبعا كل شخص ليه وجهة نظره الخاصة، ولكن انا بحاول اسهل عليك. لما تحب تجرب عطور ابراهيم القرشي ابدأ بالستة دول، 6 عطور دول، وبعدها كمل تجربة باقي العطور. يعني عادي ممكن يكون ليك رأي تاني وعطور تانية تعجبك احسن اكتر من العطور دي. هرتب العطور الستة من رقم 6 لرقم 1، اللي هو افضل رقم 1 هيكون افضل عطر من ابراهيم القرشي من وجهة نظر. هنبدأ بالعطر رقم 6، شوجر ماسك. يعني عطر مسك طبعا جميل جدا، استخدامه بعد الاستحمام كده بعد الشاور. مسك مع نوتات سويتي حلوة زي العسل والعنبر، وفي نقط قليلة كده من الكراميل يعني بتبرد العطر شوية وتدي له انتعاش يعني، مع كمان نوتات زهرية في الورد والياسمين وزهرة السوسن الايرس والبنفسج الفايلوت. وكمان يعني العطر بيميزه ثباته الممتاز مع الريحه الجميله ديت. يعني عطر رائع جدا زي ما بقول لك كده، ان هو ممكن يستخدم يعني في البيت بعد الاستحمام للرجال، وكمان ممكن تعتبره ان هو يونيسكس، ممكن تستخدمه السيدات عادي. العطر عباره عن 75 مللي، وسعره بعد خصم ال 50% 105 درهم اماراتي. العطر رقم 5 عطر جميل جدا، هو عطر دومينيكان توباكو. يعني العطر ده بيشبه لي خليط من عطرين يعني. يعني بص، مش بقول لك ان هو كلون، مش حاجه محاكاه طبق الاصل يعني، لا. هو يعني انا لو حبيت اشبهه بعطور هقول الافتتاحيه القويه من التوباكو بتاعت مانسيرا ريد توباكو، وعطر التوم فورد البلاك اوركيد اللي هو نوتة الاوركيد اللي فيه، والسبايسز كمان. يعني العطر يعني بدايته جرعة كبيرة من التوباكو اللاذع القوي زي ما بقول لك كده، زي مانسيرا ريد توباكو يعني، يشبه يعني. ومع الوقت يبدأ يظهر باقي مكونات الموجودة في العطر مع التوباكو، يدخل الأوركيد والقرفة السينما والتوباكو كمان يعني. ايه بيدخل يعني، بيبقى سبايسي كده ومعاه حلاوة، يعني حلاوة الأوركيد واللمحة الزهرية دي يعني بتظبط شويه التوباكو مع الوقت. يعني مع الوقت بيبدا ان هو تقل، اللي هو الايه التوباكو اللاذع القوي ده تبدا حدته تقل تدريجيا، ومع الدراي داون تبدا تدخل لمحه سبايسي كده جلديه من الزعفران. يعني في لمحه اللي هو الجلديه من الزعفران تبقى موجوده فيه، وبتستمر ريحه التوباكو والاوركيد كعناصر اساسيه في العطر ده. يعني العطر فوحانه شديد وثباته قوي جدا، يعني يستمر ممكن يومين على الملابس يعني. العطر سعره بعد خصم 50% اللي بيتعمل 189 درهم إماراتي للميت ميل. العطر رقم 4 هو عطر، يعني هو ممكن تقول العطر ده ليه 3 أسماء، ار تو تي ماشي، وهابينس دوز، في لاين كده اللي هو كله دوزز ده افضلهم، ده الهابينس دوز، او روز توباكو. يعني ال3 أسماء دول لو انت قلت الاسم بتاعه معروف يعني بال3 أسماء. عطور كتير تلاقي فيها النوتات الرئيسية مثلا الروز والعود، ولكن روز وتوباكو نوتتين يعني رئيسيتين في العطر، يعني أول مرة أشوفهم بوضوح في العطر ده. يعني
يعني واضحين جدا، روز وتوباكو، عطر رائع جدا. البخور كمان بيزود فوحان العطر ويزود ريحة التوباكو والورد الجميلة. الورد في العطر ده كريمي، كريمي وسبايسي يعني، عشان معاه كمية معقولة من خشب الصندل وفيه زعفران كمان. يعني ريحة العطر ده أي حد يشمها عليك لازم يسألك على اسم العطر، يعني ريحة مميزة جدا. يعني العطر يونيسكس يعني، يمكن رجالي أكتر ولكن سيدات كتير بتحب العطر ده جدا. يعني العطر جريء، يعني لو سيدات عايزة تستخدم عطر فيه توباكو يعني أرشح لهم العطر ده. يعني مش معنى كده إن هو نسائي صرف، لا هو رجالي عادي جدا يستخدم عطر جريء جدا للمناسبات. يعني مناسبات، سهرات، عطر ليلي للأجواء اللي هو الباردة، الشتاء والخريف، وكمان في ليالي الصيف المعتدلة في المناسبات ممتاز برضو، ثباته ممتاز جدا، ممكن يقعد أكتر من يوم على الملابس. قيمة العطر ده بالنسبة لسعره، يعني القيمة والجودة بتاعته بالنسبة لسعره قيمة يعني ممتازة عالية جدا. يعني 75 مللي البوتل بتاعة العطر ده سعرها 100 درهم إماراتي بعد خصم 50%. يعني دايما لما تشتري حاول تشتري دايما لما يكون في خصم. العطر رقم ثلاثة معانا اسمه تركواز فيتيفر. يعني خلينا يعني نقلنا شوية للعطور اللي هي الصيفية، عطر صيفي فريش، عطر رائع جدا، المكونات بتاعته جودتها عالية. أول ما تشم العطر هتعرف إن الحاجات اللي موجودة المستخدمة في العطر ده جودتها عالية جدا. يعني خليط من الحمضيات، اللايم واللي هو الماندرين اليوسفي والبرجموت ونوتات زهرية مع الفيتيفر نجيل الهند، خلطة رائعة جدا يعني ممتازة منعشة، ثباتها عالي كمان جدا بالنسبة للعطور الفريش. النوتات الحمضية البرجموت واليوسفي واللايم مخلوطين كويس قوي مع كمية صغيرة من الزنجبيل يعني في العطر، والنوتات الزهرية زهرة السوسن مع الياسمين، الايرس والياسمين يعني عاملين ظابطين العطر ومدي خلطة رائعة. يعني العطر ريحته يبان ان هي فاخرة جدا، يعني عطر احسن من عطور نيش كتيرة، يعني عطر مميز جدا. سعر العطر 178 درهم بعد الخصم 50% ل 75 مللي. عطر ممتاز جدا للناس اللي بتحب العطور الصيفية وعايزة تستخدم حاجة ثباتها عالي وريحتها مميزة وسعرها برضو معقول. العطر رقم اتنين، عطر أنا حبيته جدا، يعني عطر لاين كده اسمه توك عود الهيل. العطر اسمه عود الهيل، عطر يعني تابلي، توابل عطر أنيق في يعني في أناقة عطور كده، توم فورد، الافتتاحية، الهيل والعود. العود اللي موجود في العطر يعني مش أنيمالك عشان ما تخافش، يعني العود اللي موجود هنا كلين، يعني لو نقدر نقول كلين عود، مخلوط كويس مع الهيل والكمية كده بسيطة من القرنفل كلوف. العسل مش ظاهر قوي ولكن ليه دور في تخفيف حدة التوابل، وبيدخل لمحة كده بودرية سويتي على العطر مع الفانيليا. العطر فيه أخشاب كرابط للمكونات كلها مع بعضها وبتزود ثبات العطر كمان. مع الدراي داون تبدأ ريحة العود تختفي وتفضل التوابل مع الفانيليا اللي هي المحلاة بالعسل. يعني التوابل خصوصا الهيل، يعني ريحة الهيل مع الفانيليا ومحلاه كده بالعسل خفيف. وفي الليد دراي داون في الاخر خالص يظهر بقى الباتشولي، ويعني تبدأ تقل ريحة التوابل وتظهر ريحة الباتشولي. ريحة الباتشولي هنا ريحة تربة خفيفة مش ريحة ديرتي، يعني ريحة أنيقة، يعني ريحة جميلة جدا. يعني عطر رائع، ريحته فخمة، يعني أغلى وأثمن من سعره بكتير. يعني هتسمعوا سعره دلوقتي، سعره رائع، يمكن هو 50 مللي بس سعره رائع. ثبات العطر عالي جدا وفوحانه ممتاز، يعني دايما يعني وانت بتتحرك كده لمحات كده أنيقة وريحة أنيقة من الهيل مع الفانيليا كل ما بتتحرك، وحتى في الثبات وانت قاعد يعني فوحان جيد جدا. يعني ثبات العطر ممتاز جدا، بيقعد أيام على الملابس. يعني زي ما بقول لكم سعر العطر بالنسبة للجودة بتاعته والقيمة اللي انت بتاخدها منه ممتازة، هو 126 درهم إماراتي بعد خصم 50%.
وبينزل البوتل بتاعته 50 مللي. عطر جميل جدا يعني، من العطور اللي انا حبيتها جدا يعني. العطر رقم واحد يعني، واجمل عطور ابراهيم القرشي من وجهة نظري عطر جامايكان توباكو يعني. شوف في يعني العطر ده بالنسبة لي رائع جدا وممتاز، سهل جدا في استخدامه كعطر فيه توباكو، عطر جميل جدا توباكو وعنبر مع القليل من العود يعني، في عود نسبة قليلة وخشب الأرز السيدر وود. التوباكو الموجود في العطر ده مش توباكو اللي هو بتاع السيجارة أو الشيشة يعني، لا هو توباكو ليفي، فريحة التوباكو كده توباكو واخد طابع الهيربال الأروماتيك يعني، فيعني مختلف عن عطور التوباكو التانية. العامل الأساسي مع التوباكو في العطر ده هو العنبر، وواضح جدا جودة العنبر في العطر ده يعني، عامل سويتنس جميلة مع لمحة خشبية سبايسي من خشب الأرز، والعود بنسبة قليلة يدي ثقل كده للعطر ويظبط حلاوة العنبر ويعمل بالانس. والعطر كمان فيه ياسمين وفيه نجيل الهند يعني، بيزودوا الانتعاشة في العطر. عطر أنيق فورمال، عايز راجل شيك لابس فورمال يعني، من وجهة نظر يعني يستخدم في المكاتب مفيش مشاكل، وفي المناسبات الرسمية ممتاز. عطر جودته عالية زي ما بقول لكم، فخم، ريحته جميلة، فوحان ورائع، ثباته ممتاز يعني، ثبات كعادة عطور إبراهيم القرشي، ثباتها ممتاز. صعب تشبه العطر ده بعطور تانية يعني، الجامايكان توباكو ده صعب تشبهه بعطور تانية، ولكن خليني أقول لك يعني، بحاول ان انا اقرب عليك يعني، هو ممكن اقول مش بالظبط برضو يعني، انا ده تخيلي، هو مش كلون يعني، كانوا يشبه عطرين من العطور الرائعه يعني، مضاف ليهم جرعه عاليه من العنبر يعني. العطرين اللي انا هقول لكم عليهم كانهم مخلوطين مع بعض ومضاف ليهم العنبر. العطرين دول هم بن هاليجونز ليجاسي اوف بيترا وتوم فورد عودود يعني، كان خلط مثلا بنسبه اتنين بن هاليجونز ليجاسي اوف بيترا. هو ما فيهوش توباكو في النوتات البن هاليجونز، عطر بن هاليجونز، ولكن فيه اللي هو العرق سوس، وفي بعض النوتات اللي هي بتدي لمحه كده شبيهه باللي هو التوباكو ليف، وتوم فورد عود وود في الاناقه بتاعته، بس العطر ده مضاف ليه جرعه عاليه من العنبر، اللي هو مش العنبر بقى، مش اي عنبر كده وخلاص، عنبر جودته ممتازه عاليه جدا يعني. العطر بينزل 100 مللي، سعره 179 درهم إماراتي بعد خصم ال 50%. في عطور تانية كويسة يعني من إبراهيم القرشي، ولكن الست عطور دول اللي أنا كلمتكم عنهم مميزين أكتر من باقي العطور. في عطور عليها ضجة كبيرة في الإعلانات زي عطر برازيليان توباكو اللي هو النيمار عامل الإعلان بتاعه، وفي عطر اللي هو أريبيان توباكو ده اللي ياسمين صبري عاملة إعلانه، ولكن بالنسبة ليا يعني أنا العطرين اللي هو البرازيليان توباكو والأريبيان توباكو عطور عادية يعني، ما يستحوش إن أنا أحطهم هنا في العطور اللي هي يعني، لو أنت حابب تشتري من إبراهيم القرشي تقتني العطور دي من أفضل العطور. يا ريت تعرفوني رأيكم في الست عطور اللي اتكلمنا عنهم، ولو في عطر تاني غير الست عطور دول من إبراهيم القرشي وبتحبه يا ريت تعرفنا هو عطر ايه وايه المميز فيه. شكرا لحضراتكم، مع السلامة.